للحديث أكثر عن الذكرى 102 أو 152 ليوم الصحافة العراقية وأوضاع الصحافة والصحفيين في العراق في هذه الذكرى، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا بك معنا سيد أحمد. أهلا بك يا أهلا بك سيد أحمد. بحسب الإحصائيات الحقوقية فإن العراق يعد من الدول الأولى من حيث الجرائم ضد الصحفيين. بداية، من يقف وراء هذه الجرائم المتكررة منذ 17 عاما بحق الصحفيين في العراق؟ نعم، للأسف العاملون في الصحافة في العراق وجدوا أنفسهم يعملون في أخطر بيئة للعمل الصحفي على مستوى العالم، وليس مبالغة إن قلنا هذا الكلام. الجهات التي أو التي ما زالت متورطة بقمع الصحفيين وقمع حرية التحرير هي أولا أحزاب السلطة وبعض الشخصيات السياسية التي لديها نفوذ واسع في الحكومة وتمتلك أجنحة مسلحة، وأيضا بعض الجهات والشخصيات الدينية وكذلك العسائرية. فللأسف الصحفي العراقي وجد نفسه يعمل في وسط هذه البيئة التي تعاونت على قمع الأقلام الحرة والتنكيل بهم. ما الهدف من قتل الصحفيين في بلد من المفترض أن دستوره المعمول به الآن ينص على حرية التعبير وصيانة عمل الصحفيين؟ للأسف يعني هذه القوانين وهذه الفقرات التي وردت في الدستور العراقي بقيت حبرا على ورق، لم يطبق منها شيء على أرض الواقع، لأن الحقيقة والواقع في العراق يقول من أن هنالك صحفيون تعرضوا لعمليات اعتقال وعمليات اغتيال على يد عصابات منظمة ثبت ارتباطها بأحزاب وشخصيات سياسية كان ذنبهم لأنهم عبروا عن رأي يخص مسألة ما، وأبرز هذه الأمثلة ما حصل خلال ثورة تشرين عندما شاهدنا كيف أن بعض الصحفيون تعرضوا لعمليات اغتيال وعمليات اعتقال على يد جهات سياسية استخدمت أجهزة الحكومة الأمنية من أجل اعتقالهم والتنكيل بهم بسبب مواقفهم السياسية ومواقفهم الداعمة للحراك الشعبي الذي عرى هذه الأحزاب الفاسدة وكشف فسادها وكشف ظلمها بحق العراقيين. نعم سيد أحمد، يعني ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الحق في حرية التعبير، العراق وهو عضو في الأمم المتحدة ومصدق على هذه المواثيق، ألا تعد الانتهاكات التي تقع في هذا الصدد خرقا للمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق بطبيعة الحال وتستلزم ردا أمميا؟ للأسف يعني هذا التوقيت يضيف للصحفيين العراقيين شيئا، ذلك لأن الجهة التي تمثل الصحفيين العراقيين المتمثلة بنقابة الصحفيين العراقيين يقف على رأسها شخصية عرف بارتباطاته الحزبية وعرف بولائه للسلطة، لذلك يعني فقد الصحفيون العراقيون أهم وسيلة للدفاع عنهم وهي نقابة الصحفيين العراقيين، وتحول هذا الكيان إلى ما يشبه هيئة تابعة للحكومة وتابعة للسلطة. لذلك للأسف يعني بقي هذه المواثيق وهذا التوقيع دون أن يفعل ودون أن يستخدم من أجل حماية الصحفيين، والشواهد في ذلك كثيرة. للأسف خذل المجتمع الدولي الصحفيين العراقيون ولم يقدموا لهم شيئا أمام الانتهاكات الجسيمة بحقهم على يد أحزاب السلطة وعلى يد الحكومة الحالية والحكومات السابقة.
سيد أحمد، كما تعلم الانتهاكات ضد الصحفيين تتعدد بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل المتعمد. السؤال هنا، كيف يمكن لضحايا هذه الانتهاكات وذويهم بطبيعة الحال أن يستعيدوا حقهم الذي انتهك؟ الصحفيون العراقيون وصلوا إلى هذه الحقيقة، لذلك نراهم قد تقدموا الصفوف الأولى للحراك الشعبي مثل انتفاضة تشرين وغيرها من الفعاليات الشعبية التي خرجت ضد الحكومات المتعاقبة على السلطة في الحكومة. لذلك نرى أن أهم أسلحة الحراك الشعبي اليوم هو القلم الحر وهو الأصوات الحرة التي انطلقت من حناجر العديد من الصحفيين العراقيين الذين انتبهوا إلى هذه المسألة وأصبحت لديهم قناعة أن يصفوا إلى جانب الشعب العراقي أمام انتهاكات الحكومة الحالية والحكومات السابقة. أيضا تولى هؤلاء الصحفيون مسؤولية تعرية بعض الأصوات النشاز التي ما زالت تروج للأحزاب الفاسدة وللشخصيات الممسكة بالسلطة. وإذا الصحفيون اليوم يعني سلاحهم الوحيد هو الوقوف إلى جانب مطالب الشعب العراقي من أجل انتزاع هذه الحقوق والتخلص من هذه الأحزاب التي نكلت بالصحفيين ونكلت بالمتظاهرين ونكلت بكل الفعاليات الوطنية العراقية. نعم، إذا كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي، شكرا جزيلا لك.